السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم موعد مباراة منتخب المغرب وجزر القمر في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة. استهل منتخب المغرب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2021 بتحقيق الفوز على غانا في مباراة جاءت أقل من التوقعات، لكن حسمها بافولو بهدف رائع. أسود الأطلس بقائمة مكتملة الأركان يدخلون والهدف واضح ولا غيره، التتويج بلقب الكان الغائب منذ عقود عن المغرب، خصوصا وأن الجيل الحالي أقل ما يوصف بالذهبي. الفوز على غانا هو مؤشر قوي للمنتخب المغربي الذي يجعله قادرا على تصدر المجموعة والانطلاق إلى المرحلة المقبلة، خاصة وأن المجموعة تضم أيضا الجابون وجزر القمر. موعد مباراة المغرب وجزر القمر هو اليوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022 بملعب أحمد أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية يواندي. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مصر وفلسطين، 7 مساء بتوقيت السعودية وقطر، 8 مساء بتوقيت الإمارات. تبث منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريا عبر شاشات قناة بين سبورت، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهم بين سبورت ماكس 1 و 2، كما سيتم نقل المباراة على القناة الرسمية الجزائرية الأولى عبر قمر نايل سات. تردد القناة في أول تعليق على يوتيوب. كل الأمنيات لمنتخبنا العربي بالفوز.